قبل كل شيء فما حاجه مهمه ياسر ما بديناش بها، التعريف به امين عمر ولا هو امين محمد عمر؟ خلينا هالك هو... قال لنا بعد خلينا تحكي بيه ما بديناش بيه والله العظيم خلينا مساجات قال خليها نسيت وانا برك ما نسيتش حسوا ضابط الحاله المدنيه تاع القاهره قبل كل شيء واني جايك مش بخليك انا عارف سي امين عمر ولا امين محمد عمر عمره 38 سنه قبل ما يكون حكم هو زميل سي طارق العليمي هو محامي مصري معروف وهذا مهم ياسر بيان سور يمشي ويجي على فيينا ما يمشيش ويجي على فيينا يمشي وما يجيش من اول مباراه تبداها في الدوري المصري عام 2013 كانت عنده مشاركه في كاس العالم الاقل من 17 سنه في البرازيل عيطت له فيفا وشارك فيها وحاجه مهمه ياسر عنده ظفر اخر بطوله افريقيه زفاز مباريات بالضبط الكاميرون وعنده سابقه ولا حادثه مع لاعب تونسي معروف اللي هو لاعب الزمالك السابق اللي هو فرجاني ساسي صار فما تناوش بيناتهم وعمليه نقولوا بدايه اعتداء من الفرجاني عليه وحتى في الاعلام المصري والجماهير المصريه كانوا يلوموا عليه اللي هو بدل التقرير نتاعو من اعتداء الى عمليه مناوشه بالضبط دونك عنده مع التوانسه عنده مع فرجاني ساسي ان شاء الله غدو يكون في المستوى محامي وحكم في نفس الوقت تصور باش يكون زفاره نتاعو عادله وزفر قبل الترجي والنجم الساحلي معناتها راه مهم انه يكون يعرف الزوز فراق والكونتيست الكل دونك الظرف الكل هذا فوالا بالصدفه معناتها